تيجي نشوف حساب الفار، وزي ما قلت لكم من الموضوعيه ومن الامانه مش هنستند الى راي اهلاوي. امير مرتضى كان مشرف الكره في نادي الزمالك يا استاذ مدحت. الناقد الرياضي خالد طلعت راجل زملكاوي مش اهلاوي، عمل احصائيه لحجم التعامل مع الفار السنه دي، حجم استفاده الاهلي واستفاده الزمالك وتاثير الفار على الاهلي والزمالك في حصاد الموسم. ده زملكاوي يعني حتى نخاع. نشوف بس راجل نشوف شغلته. الاهلي والزمالك قبل وبعد الفار. طيب بالزبط. الاهلي قبل الفار خد 6 ضربات، بعد الفار خد 6، يبقى تقريبا هو هو. طيب قبل الفار ما اتحسبش عليه ولا ضربه جزاء، بعد ما طبقنا الفار في الدور الثاني اتحسب على النادي الاهلي 3 ضربات جزاء. تمام، فده بيدي مؤشر ان الفار شويه بقى خلى ان في ضربات جزاء تتحسب على النادي الاهلي. بعد الفار في 4 حالات طرد. بالظبط، قبل الفار كان حاله طرد واحده بس. العكس هنشوفه في الزمالك، الزمالك قبل الفار خد 5 ضربات جزاء، بعد الفار خد اكتر، خد ست. ضربات الجزاء عليه قبل الفار 3 اكتر، بعد الفار قلوا بقوا 2 بس. ايوه بس مش ده حالات الطرد للزمالك قبل الفار 3، بعد الفار بقوا طرد واحد بس. أيوة. فالفار بعد ما اتطبق النادي الاهلي استفاد، يعني الزمالك استفاد من الفار استفاد اكتر، استفاد من الفار بشكل كبير. تمام، يعني سواء في ضربات الجزاء، في الطرد ليه، في الطرد عليه. تمام، الزمالك انا ده لا يعني لي اي شيء بالامانه، يعني الجدول الجاي ممكن يعنيك بقى. طيب الجدول الجاي ده بقى الملخص بتاع الموسم. ماشي. قبل الفار وبعد الفار. يلا، النادي الاهلي قبل الفار لعب 16 مباراه، 16 مباراه كلهم فوز. كسب 16 مباراه، مفيش تعادل، مفيش هزيمه، خد 48 نقطه كده زي ما نقول شافي متشافي، 100% من النقاط النادي الاهلي حصل عليها. تمام، الزمالك قبل الفار لعب 16 مباراه، كسب 9، تعادل 4، خسر 3، خد 31 نقطه فقط بنسبه نقاط 64%. تمام، طيب بعد ما الفار اتطبق في الدور الثاني او قبل الدور الثاني بمباراه حصل ايه؟ النادي الاهلي اللي كان محقق 100% من النقاط، 18 لاعب 18 مباراه كسب منهم 12 بس، لانه حسم الدوري خلاص والموضوع بقى عادي. انت شايف كده ممكن يعني وفايلر مش مركز. طيب العكس يعني الاهلي بعد الفار بعد ما كانت نسبه نقاطه 100% بقت 76%. الزمالك العكس، قبل الفار كان واخد 64% من النقاط، الزمالك بعد الفار خد 74% من النقاط. طيب الفرق بين طيب. الاهلي والزمالك بعد الفار من ساعه ما طبقنا الفار، الاهلي خد 41 نقطه، الزمالك خد 40 نقطه، فرق نقطه واحده بس بعد طيب. الفار. قبل الفار كان فرق 17 نقطه لصالح النادي الاهلي. ماشي. فالفار ادى شويه قوه للزمالك، خلى الدوري فيه منافسه شويه، نزل نتائج النادي. كم انت جميل يا فار عندما تنحاز او عندما تحقق مصالح للاخرين. ولكن هو مش عايز كده، هو مش عايز ان الفار ينصف الاهلي في حاجه، هو مش عايز الاهلي ياخد حاجه. لا فار ولا قطه. وبعدين انت بالفار مش بعد الفار، ما الاهلي متصدر هنا وهنا على راي الاستاذ خالد، ولا كان الاهلي حسم الليله وفايلر بيع الليله، ورغم كده هو ده ال 41 من غير خصم النقاط. ده بعد الفار فرق الاهلي عن الزمالك زي ما خالد طلعت حاسبها نقطه، بينما فرق الاهلي عن الزمالك في اجمالي الموسم 21 نقطه. يعني ال 20 نقطه دول يا استاذ مدحت برضه عشان ما حدش يربطوا في رجل الفار. اصل بص اللي عايز يهبد معاك هقول لك، ما هو اصل قبل الفار هتقلب نغمه ثانيه. كان الاهلي ما مش عارف ايه. لا 21 نقطه يا استاذ. وعلى فكره التفسير الفني هو اللي قاله مهيب، قال له الاهلي في ال 16 ماتش اللي قبل الفار كان في قمة مستواه، أربعات وخمسات وكل الناس بتقول إيه الأداء ده، كان محتاج لفار ولا إيه الأداء ده. مفيش يعني هتقول لي ماتش في شو يعني مفهوش جدارة واكتساح، لأن كل الأرقام بتقول كده. اللي عايز يريح نفسه يقول الحاجة اللي عايشها ويعيش في هذه الشرنقة، شرنقة المظلومية.